الفيديو يكون فيديو أسئلة وأجوبة. بس إيش صار؟ كاميرتي قررت إن هي تخرب واضطريت أصور هذا الفيديو بالجوال، وما كنت حقدر أصور فيديو الأسئلة لأنه كل الأسئلة في الجوال، فحيكون صعب إني أنا أشوف الأسئلة على الجوال بعدين أرجع أصور فيديو، ما أدري إيش حيصير، سالفة طويلة. المهم إن شاء الله فيديو الجاي إن شاء الله راح يكون فيديو الأسئلة والأجوبة، وترقبوا هذا الفيديو لأنه أتوقع راح يكون جدا عميق. قررت إني أصير في الأجوبة يعني عميقة، ما أكون أعطيكم السطحيات فقط، فحب إنه يكون يعني فيديو مفيد ونفس الوقت فيديو عني أنا أكثر، لأن أحس إنه أنا أعمق من الشيء اللي أوريكم إياه. فحبيت بس إني أنا أقول لكم هذا الشيء، إنه ترقبوا فيديو أجوبة وأسئلة إن شاء الله راح يكون الفيديو الجاي أو اللي بعده على حسب ما تجي بطارية الكاميرا، لأنه اللي خربان في الكاميرا هو البطارية، وأنا طلبتها أوريدي بس يبغى لها فترة لين توصل. ما علينا، حبيت بس أصور هذا الفيديو البسيط الصغير لأنه جتني أسئلة كثيرة عن جهاز الليزر، وبصراحة ممكن أنا أكون آخر إنسان تقدرون تاخذون مني تاخذون هالجهاز ولا لا، بس راح أقول لكم بالضبط أنا إيش صار معايا، لأنه صار معايا موقف إنه أنا انحرقت يديني زي ما أنتوا صار معايا موقف إنه أنا انحرقت يديني. فإذا أنتم متابعيني في الإنستغرام ممكن شفتوا لأني صورت لكم، وبس مثل أنا صورت لكم ولا لا، بس ما صورتها بشكل واضح، بس يوم كنت أصور فلوجات وزي كذا كان يطلع هذا الشيء، وكنت تسألوني وكنت أقول لكم ليزر ومدري إيه، بس راح أحط لكم صور هنا أوضح لإيش صار معايا اللي خلاني أتكلم في هذا الفيديو عن هذا الجهاز أو جهاز الليزر. هو إنه في أسئلة كثيرة جتني، وثاني شيء في سؤال كذا غريب حسيته إنه قالت لي إيش الجهاز اللي استخدمتيه عشان أنا ناوية أطلب وخايفة يطلع نفس الجهاز اللي أنت طلبتيه اللي حرقك. بس أنا أتكلمت إنه هل هو من الجهاز، هل هو طريقة استعمالي، هل هو في شيء ثاني، ما تكلمت. فحسيت انه الناس قاعد تاخذ الصور اللي تشوفها في الانستغرام او في الفلوجات وتقعد تقارن فيها او انه تخاف انها تشتري هالجهاز. انا حقول لكم بالضبط ايش صار معايا وانتو كيفكم في النهاية اذا تبون تاخذون هالجهاز ولا لا. اول شيء الجهاز هذا او هذه الشركة او هذا المنتج ما هو اعلان، فانا بقول رأيي بكل صراحة، فاذا قلت انه هو كويس بالنسبة لي واذا قلت مو كويس فهو بالنسبة لي، فما راح امدح في الجهاز بس راح اقول لكم ايش صار معي بالضبط. اول شيء خلينا نرجع للقصة اللي صارت معايا. انا اخذت هذا الجهاز وصراحة كنت متحمسة، وايش سويت اول مره سويت فيه الجلسه لنفسي، سويت درجه مره خفيفه، هي تجي اعتقد 7 درجات او شيء زي كذا، سويت يمكن 2 أو 3 وكانت خفيفه جدا، وسويت على جسمي وكان تمام. المره اللي بعدها والسيشن اللي بعده اللي سويت كذا بعد 11 يوم شيء زي كذا، يعني قلت خليني اسوي مره ثانيه، وهالمره من الذكاء الزايد انا زدت مره القوه، زدت مره القوه، وهذا الشيء مره غلط. المهم انا سويت قلت انه يمكن يكون فاعليه اكثر ومدري ايه، فمن الذكاء الزايد اني انا سويت هذه الحركه، زدت مره القوه، وكان يحرقني وانا قاعده اسوي، بس قاعده اقول اتس اوكي اصلا في العيادات يحرق تشك 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 اتس اوكي قاعد يحرقني، بس انه انا حاسه انه هي اللذعه الاولى وخلاص، يعني زي اي ليزر، يعني ليزر اللي قد سوت ليزر في العياده او عندها جهاز ليزر في البيت تعرف انه في حرقه بسيطه تجي، وانا حسيت انه هذا الموضوع عادي يعني. المهم قعدت اسوي يديني وتوكي خلصنا يد الثاني، وسويت سويت سويت وصلت لرجولي للسيقان يعني، وقعدت اسوي. بعد ما خلصت وحطيت الجهاز على جنب حسيت انه جسمي قاعد يولع، لسه الحراره التلفزيون زي ما قلت، حسيت انه بعد ما خلصت الجلسه حسيت انه جسمي كله قاعد يولع يعني كذا نار جسمي، فحسيت انه في شيء غلط، قعدت طالع في يديني العلامات بدت تبين، اول شيء كان احمر 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 احمر، بحط لكم صورها هنا لاني انا صورت كل المراحل وكذا، انا مفجوعه قاعده طالع نفسي. بعدين كذا قعدت ابرد بالمويه وكذا، واحس انه ما ادري ليش اذا في احد يعطيني هذا النصيحه ولا لا، احس انه اذا جلدك تحرق من الغلط انك تحطينه تحت المويه، انا احس كذا، انا سويت هذا الشيء، بس انا اقول لكم احس انه هذا الشيء يزيد من حراره لانه جسمك كذا قاعد يقاوم شيء، واحس انه يزيد الموضوع يكون أسوأ، فما ادري انتوا اكتبوا لي اذا هو صح ولا غلط، يعني انا ما اقدر اتحمل لازم احطه تحت مويه وثلج وزي كذا، بس انا اقول لكم احس انه غلط، افضل انك ناخذ كريم حق الحروق ونحطه على طول حتى الحراره احسها تخف. المهم انا سويت العكس طبعا، سويت مويه. المهم ما علينا، بعد ما انحرقت يديني وخلاص قلت اوكي بيصير تمام، اليوم الثاني اقوم الصباح الاقي يدي متشوهه، ليترلي متشوهه، كل مكان فيه علامات، وحتى رجلي نفس الشيء، بس انا يدي كانت
اهم مكان، لانه انا دائما البس الكم كذا وحر، يعني ما راح اقدر البس جاكيت ولا البس حاجه يعني كم طويل، وغير كذا كمان الجلد متحسس فما اقدر احط عليه فوق شيء. فاي احد صار يشوفني صار يشوف انه ايش فيكي، والليزر تعرفون حرقه الليزر يعني عرفت اللي بالملي تشك 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 جنب بعض، فالحرقه يعني بين انه في شيء انه انحرقت. في بعضهم يحسبوا انه فرن وزي كذا، المهم انا سويت هذا الشيء في نفسي. فالمهم كنت اقول لهم انه ليزر وانحرقت يديني وما ادري ايه. الحمد لله الان تقريبا يعني تقدرون تقولون باقي 20% وتروح الحروق. فيا هذا اللي صاير في يديني الان، ففي فرق مره كبير. ونفس الشيء في رجلي، توقعت انه العلامه راح تطول اكثر من كذا، لانه انا من النوع اللي جلدي على طول اي تصبغات اي جرح اي شيء يطول مره كثير، يعني اكثر من شهرين ثلاثه والجرح يكون موجود، يعني علامه الجرح تكون موجوده. فالحمد لله انه تقريبا شهر يمكن تقريبا والعلامه صارت يعني خفت كثير. انا الحين رجعت للجهاز، بس صرت مره يعني حريصة اني انا ما اخليها عالي، واذا حسيت الحرقة كانت اقوى او الحرقة اللي انا حسيتها اول مرة افهم انه لا مرة عالي فاوطي الحرارة، فخليكم منتبهين. فانا استعملت هذا الكريم زي ما قلت لكم اللي هو هذا اللي اسمه بوليسبورين، ما ادري اذا اسمه نطقته صح ولا لا، بس هذا هو الكريم معروف حق الحروق، هذا اللي صدق انقذني. وزي ما قلت لكم اول احس تركيبته تركيبة موبي، اذا تعرفون شكله راح احط لكم هنا، بس هذاك الكريم كمان مو متواجد هنا في كندا الا اذا راح تطلبينه امازون، وصراحه ياخذ وقت. فهذا تقريبا الفيرجن الكندي او الفيرجن اللي تلاقونه هنا في كندا اذا انتم في كندا. يعني كمان نفس الوقت لازم انت تنتبهين انك انت مثلا تحاولين تغطين يدينك ما تخلين الشمس تصقع عليها، وكمان نفس الوقت تحطين واقي لانه الجلد وقتها يكون حساس. فهذا الشيء اللي انا سويت والحمد لله حسيت انه في نتيجة، لستيل في علامات بس الحمد لله انه خفت بسرعة، يعني مو بعادة جسمي يتخلص من الالوان او من الجروح بهالطريقة، بس الحمد لله هذا اللي صار معي. فنجي اقول لكم عن الجهاز هذا، ما راح اتكلم عنه انه انصحكم فيه ولا لا، انتم تقدرون تشوفون فيديوهات ناس انصحكم باشياء هي استخدمتها. الجهاز هذا له 3 شهور وما اقدر اعطيكم النتيجة الكاملة، وبالثلاثة شهور هذه تقريبا 3 اسابيع انا وقفت اسوي فيها الليزر، تقريبا 3 اسابيع وقفت فيها اسوي الليزر بسبب اللي صار لي يعني. فما اقدر اعطيكم يعني ما اقدر اقول لكم هذا الجهاز بالتحديد، بس اذا حابين شوفوا فيديوهات قبل لا تاخذون الجهاز للبيت. انا صراحه راح اقول لكم ايش الشيء اللي انا اشوف انه قبل لا تاخذون الجهاز تسوونه. اول شيء هذا الجهاز لا تعتمدين عليه 100%، هذا الجهاز زي شيء مساعد مع العيادات. انا كنت اسوي جلسات في العياده من فتره، بس كنت اسوي وهذا الشيء مره ساعد جسمي انه هو يخفف الشعر مره، فعشان كذا انا قررت اني اخذ هذا الجهاز، فمو اعتمادي الكامل على هذا الجهاز. حتى بعد فترة راح أروح للعيادة، يعني أنا مخططة أنه بعد فترة راح أحتاج أني أروح للعيادة، بس أنت في البيت ممكن تحتاجين أنك أنت يعني تساعدين مع العيادة عشان ما تكون جلسات العيادة مرة كثيرة وتدفعين فيها فلوس، مع أنه الآن حاليا صايرة العيادات أرخص من أول. أنا سويتها في وقت كان مرة غالي، بس الحين العيادات صارت أخف، بس نفس الوقت كمان الروح للعيادة والجية ومواعيد مدري إيش مشوار، فأنت مثلا خليها كل فترة أو مثلا كل 4 شهور روحي مرة للعيادة وكملي على الجهاز، أنا أفضل. لأنه ما أتوقع أنه هذا الجهاز تقدرين تعتمدين عليه اعتماد كل أنك أنت بس، فلازم تحتاجين عيادة. يعني شيء للناس اللي مثلا بشرتهم سمراء زيي، فإحنا لازم نكون حذرين مرة، لأنه الجهاز هذا أو الجهاز اللي في العيادات مصمم إن هو يكون كيف أقول لكم الضربات تكون على الميلالين، فإحنا أجسامنا في ميلالين أكثر من البشرة البيضاء، فعشان كذا لازم تختارين أو تروحين عيادات عندهم أصلاً شيء خاص للبشرة السمراء أو البشرة الحنطية أو البشرة المو بيضة عموما يعني. فهذا الشيء لازم انت تتاكدين منه، ما تروحين اي عياده وتخليهم يبهذلون فيك. كان في عيادات بس تبي تاخذ فلوس فعادي يعني يسوي لك اي كلام، فانت تبتلشين او تكوني ما خذيتي اصلا يعني الفائده من روحتك للعياده، بتكون دفعتي على الفاضي او بضحين يحرقونك. فانا قد شفت كذا واحده تتكلم انه روح عيادات تكون فيها اجهزه خاصه. ما اقدر افيدكم صراحه ايش اسم الجهاز، زي ما قلت لكم شوفوا فيديوهات ناس تتكلم عن هذه المواضيع بشكل افضل، لانه انا صراحه لسه يعني الشيء اللي سويته يعني
ما أحس إنه أقدر أعطي فيه نصيحة كاملة، عشان كذا بس حبيت أقول هالكلام، لأنه بس سألت كذا مرة في الستوري على الإنستغرام، حبيت إني أنا أقول تجربتي البسيطة، وإن شاء الله راح أقول لكم إيش صار عن النتيجة. النتيجة الأولية لهذا الجهاز صراحة حسيت إنه في فرق تقريبا 20% أو حاجة بسيطة، إنه بطأت نمو الشعر في جسمي. هذا لسه أنا تقريبا سويت 4 جلسات تقريبا، فحسيت هذا الشيء، او الشعر ما تطلع بالسرعه اللي كانت تطلع فيه اول. هذا الشيء اللي انا حاليا حسيت انه متحمست له يعني، فممكن مع الوقت ومع السيشن العيادات كمان ممكن راح يزيد الموضوع. زمان اتوقع انه الليزر تسوينه مره مرتين خلاص راح تعيشين حياتك انه من غير ما يطلع لك شعر ابدا، لا ترى بين فتره وفتره حتى لو ان شاء الله بعد سنه راح تبدا تطلع الشعيرات البسيطه باعتقادي، يعني بالشيء اللي أنا قريته. بس إذا أحد عنده تجربة مع الليزر المنزلي أو الليزر العيادات اكتبوا تحت نفيد بعض. فإذا أي أحد عنده خبرة عن الليزر المنزلي أو الليزر العيادات وحابين تضيفون لهذا الفيديو ضيفوه، لأنه أتوقع أن في بنات كثير عندهم خبرة أكثر مني في هذا الموضوع، فأكتبوا نصايحكم تحت. بس أنا حبيت أقول أنه لا تعتمدون على هذا الجهاز المنزلي بالنسبة لي، وإذا في أحد اعتمد عليه وشاف فيه نتيجة قوية اكتبوا تحت. فأنا عن نفسي برأيي أنا أحس أنه لازم تحتاجين عيادة، بعدين أنت ممكن أنت تجيبين جهاز ليزر للبيت ويكون كمساعد للعيادة. ويعني حبيت أوضح لأنه زي ما قلت جتني أسئلة، وفي ناس صايرة تبني على الصور اللي شافتها في الانستغرام أو في الفلوج أنه الجهاز مو كويس. أنا ما قلت الجهاز مو كويس، الجهاز حسيت أنه كويس على الشيء البسيط اللي أنا استعملته أو الفترة البسيطة اللي أنا استعملتها، حسيت أنه كويس، بس ستيل تحتاجين عيادة. هذا رأيي الصريح، وإذا عندكم رأي ثاني زي ما قلت اكتبوا رايكم. بس المهم هذا هو فيديو اليوم، اتمنى انكم استفدتوا حتى لو بالمعلومات البسيطه، وقلت لكم اذا عندكم معلومات اكثر اكتبوا تحت عشان نستفيد من بعض، حتى انا كمان استفيد منكم. ويا ولا تنسون تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس، واشوفكم ان شاء الله فيديوهات ثانيه. باي.